ده المؤتمر اللي كان عامله بوتين وحصل في المؤتمر ده حاجه غريبه جدا. وسط ما بوتين بيتكلم صوته اتقطع ونزلت اغاني آآ آآ وطنيه. المصريين هم وبتاع او الروس اهم وحاجات كده، الراجل وسط هو بيتكلم فجاه الرساله وحدش ايه اللي حصل. وسط ما مش مش مثلا في تسقيف ولا بتاع، لا الراجل وده ما فيش هزار، ده بوتين بيتكلم في التلفزيون الرسمي. يعني ما بيهزرش. يعني اللي زرار يجي على كاميرا غلط ولا بتاع ده يعني بيزعلوا منه قوي وبيعملوا له حاجات مش حلولة بيعملوا له حاجات وحشوشة فهو وسط ما هو بيتكلم فجأة اتقطع الإرسال ونزلت أغاني وطنية الراجل ده عنده ست طلبات وهو عايزهم سؤالي المحوري الوحيد هي أمريكا عايز الحرب دي تخلص؟ باهز. يعني انا لو مفاوض انا ممكن اقعد و وأخ... ده يعني مش انا يعني اقصد الاوكران وكده ثلاث اربع حاجات ممكن نتعامل بيهم ما يتكلموا اللي عايز يتعلم الروسيه ماشي. أم... أم يعني أم... أم مش هنخش ما احنا مش داخلين النيتو. ما ما قواعد ازاي هحط قواعد واحنا اصلا مش نيتو ولا بتاع مش هضايقك يعني القرم من انت هي القرم فعلا في ايده فالوضع مرهون الان